بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طلابنا وطالباتنا الأعزاء في جامعة الإسراء في مساق القرآن الكريم وعلوم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة التي نخصصها للمراجعة للامتحان النهائي. طبعا أول أمر لابد لكم أن تعرفوه، وهو أن كل الذي دخل في النصفي فهو ملغي ولن يدخل في النهائي. الامتحان النهائي إن شاء الله رب العالمين يبدأ من الفصل الثالث، العلم المكي والمدني إلى آخر الكتاب. وإن شاء الله رب العالمين في مراجعتي هذه سأركز على بعض الأمور عليكم أن تأخذوا بها على محمل الجد وأن تركزوا عليها جيدا، حتى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في الامتحان النهائي، وربنا إن شاء الله يرزقك على الدرجات. يعني في موضوع المكي والمدني، من البديهيات أن نتعرف إن المكي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة. هذا هو القرآن المكي. طبعا الفرق بينه وبين المدني إن المدني نزل بعد الهجرة حتى وإن كان نزوله بمكة. كل اللي قبل الهجرة مكي واللي بعد الهجرة مدني. كذلك سورة الممتحنة، يعني من مطلعها إلى ختامها نزلت بمكة، إذا لاحظنا المكان، يعني نزلت في المكان اللي نزلت فيه كان بمكة. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كانت بمكة يوم الفتح، ويوم الفتح كان إيه؟ كان بعد الهجرة ولم يكن قبل الهجرة. وأبو القاسم النيسابوري رحمه الله قسم القرآن الكريم إلى يعني عدة مراحل زمنية، قسمها إلى 6 مراحل زمنية، 3 منها في مكة و3 منها في المدينة. يعني إحنا بس بدنا نتعرف إنه قام بتقسيمها إلى 6 مراحل، 3 مكية و3 مدنية. هناك صور زي ما طلبنا منكم سابقا، هناك بعض الصور نزلت في الليل مثل صورة مريم، هذه صورة نزلت في الليل. وكذلك هنالك صور أخرى أو فواتح صور أو بدايات صور نزلت كذلك في الليل، مثل أول صورة الفتح نزلت ليلا. كذلك هناك يعني أول آية من سورة الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه الآية نزلت في شدة البرد، كان في شدة برد فنزلت هذه الآية. كذلك أول سورة الحج بدنا نعرف أنها نزلت ليلا في غزوة بني المصطلق، أول سورة الحج. وقول الله سبحانه وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا. مجرد ما نقرأ الآية قل نار جهنم أشد حرا، بنعرف إنه هذه الآية نزلت كذلك في شدة الحر، في غزوة تبوك. نزلت في شدة الحر في غزوة تبوك. القرآن الكريم نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة وفي الحضر وفي السفر وفي أحوال كثيرة، نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحينما كان في حجة الوداع، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت عشية عرفات يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في حجة الوداع. كذلك في قرآن نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول سفر ممكن يكون في حج، ممكن يكون في غزوة. مثلا غزوة أحد، نزلت عليه في غزوة أحد خاتمة سورة النحل،
نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الغزوة. أيضا يعني الموضوع هذا موضوع كويس، موضوع شيق، إذا يعني قرأتموه بفهم إن شاء الله رب العالمين هتستفيدوا كتير. وفي كذلك نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عمرة الحديبية في طريقه، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وكذلك هناك ما نزل عليه في الغزو زي اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كذلك الآيتين في آخر سورة البقرة متى نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه وهو في رحلة المعراج، وهو في الفضاء بين السماء والأرض، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آخر آيتين من سورة البقرة. إذا سورة الأنفال نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أم كان في سفر أو في غزوة؟ طبعا كان في غزوة، اسمها سورة الأنفال، غزوة بدر، نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمور المتعلقة بالمستشرقين وبل وغيره وكل هذه غير مطلوبة إن شاء الله رب العالمين. سورة الإسراء معروف أنها سورة مكية، إلا أنه فيها آية مدنية. إيش هي؟ اللي قلناها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. هذه الآية المدنية في السورة المكية اللي هي سورة الإسراء. كذلك كل سورة فيها سجدة، طبعا فهي سورة مكية وليست سورة مدنية. كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية وليست سورة مدنية. وضروري جدا جدا نركز ونحفظ خصائص السور المكية. صفحة 181: كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، إلى آخر خصائص القرآن المكي. كل سورة فيها لفظ كلا سورة مكية، هذا مهم يعني من خصائص القرآن المكي. كل سورة فيها يا أيها الناس، وليس فيها، ركزوا هنا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، فهي سورة مكية إلا سورة الحج، إلا سورة الحج. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة كذلك هي سورة مكية وليست سورة مدنية. كل سورة فيها ذكر الأمم الغابرة، منأكد عليها، هذه مهمة، سورة مكية إلا سورة البقرة، إلا في استثناء هنا، إلا سورة البقرة. كذلك كل سورة فيها ذكر قصة آدم وإبليس فهي سور مكية، إلا إيه؟ إلا سورة البقرة. كذلك بدنا نركز على هذه المعلومة. كذلك بدنا نحفظ ونعرف بشكل جيد الأمارات الغالبة، يعني الإشارات والعلامات اللي بتدلل على رجحان وامتياز القسم المكي في الآيات. وعندنا في صفحة 183 خمس أمارات أو خمس دلالات، هذه لازم نحفظها، مهمة يعني جدا جدا. كذلك مهم جدا جدا نحفظ خصائص السور المدنية. في عنا في صفحة 183 أربع خصائص من السور المدنية لازم نتعرف عليها ونحفظها بشكل جيد. وكذلك الأمارات الغالبة التي من خلالها يرجح القسم المدني، يعني الأمارات والعلامات اللي بتدل الآيات هذه تنتمي إلى القسم المدني، وهي في صفحة 184، يعني هي أمرتين مهمات جدا إنه إحنا برضو نحفظهم
ونتعرف عليهم. طبعا من الأمارات الغالبة على القسم المكي قصر الآيات والصور، الدعوة لأصول الإيمان بالله واليوم الآخر، مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم، كل هذه من الأمارات الغالبة على القسم المكي. كذلك الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير تعتبر من الأمارات الغالبة على القسم المكي. الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وكثرة القسم كذلك تعد من الأمارات الغالبة على القسم المكي. كذلك كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام سورة مدنية مش مكية، اللي لأن السور المكية ما كانش أصلا في المرحلة المكية في جهاد، إذا السور المكية ليس فيها ذكر للجهاد ولا ذكر لأحكامه. وكل سورة فيها الذكر للمنافقين فهي سورة مدنية إلا سورة العنكبوت، وكل سورة فيها تفصيل لأحكام الحدود والفرائض وغيرها سورة مدنية. ليه؟ لأنه الدولة الإسلامية صارت في المدينة وصارت هناك الحدود والأحكام الشرعية. طبعا بدنا نعرف أنه من الخصائص القطعية اللي يعرف من خلال القرآن المدني أنه في مجادلة كذلك لأهل الكتاب، هذه من الخصائص القطعية للقرآن المدني. وبدنا نعرف أنه الأمارات التي يعرف فيها القرآن المدني نحفظها منيح، طول أكثر صوره، طول بعض آياته، تفصيل البراهين على الحقائق الدينية، لازم نتعرف أن هذولا الثلاثة من الأمارات الغالبة على القرآن المدني. بدنا كمان نعرف أنه كثرة في مكة الآيات التي تقرع المشركين أو تقعر المشركين وتشد وتشدد في تسفيه أحلامهم وتسلي المؤمنين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدنا نعرف إنه الأصناف اللي كانت في المدينة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم المؤمنين واليهود والمنافقين، هم الأصناف اللي كانوا في المدينة. بدنا نتعرف كمان على الأصناف، أصناف الناس اللي كانوا بعد الهجرة اللي حكيت عنها قبل قليل في المدينة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، وكيف القرآن عفوا تعامل معهم. يعني مثلا أصناف المؤمنين من المهاجرين والأنصار، والمؤمنين شجعهم على المضي على الصراط المستقيم إلى آخره. اليهود جادلهم القرآن ودعاهم إلى كلمة سواء. المنافقين فضحهم القرآن وكشف مساوئهم. الصور المكية خلت خلوا تاما من ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإحنا قلنا عشان ما كان في جهاد في مكة. الصور اللي اتفق العلماء أنها من المرحلة المكية الأولى سورة العلاق، سورة المدثر، سورة النجم إلى آخره، موجودة عندنا في الكتاب صفحة 185، لازم نركز عليها. ومن نعرف الصور اللي اتفق العلماء إنها من المرحلة المكية كذلك المتوسطة، مثل سورة عبس والتين والبلد. بدنا نعرف إنه من الصور اللي اتفق العلماء إنها من المرحلة المكية الختامية اللي هي الصفات والكهف والسجدة. وبدنا نتعرف كمان نميز بين الصور، إنه يعني من المرحلة المكية المتوسطة كانت صورة القارعة ولم تكن مثلا المرحلة الختامية. نعرف إنه صورة الكهف كانت المرحلة الختامية، ما كانتش مرحلة متوسطة. سورة الأعلى المرحلة المكية الأولى. سورة السجدة من صور المرحلة المكية الختامية. هذه الأمور مهمة ولازم نتعرف عليها. وبدنا نعرف أن سورة التكوير يعني عالجت ثلاثة حقائق مهمة جدا
لا تنقطع عن الحقيق عن العقيدة اللي هي حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة، وحقيقة الوحي الخالد والدعوة العالمية، وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكيم. هذه الحقائق مهم جدا كمان انه احنا نركز عليها ونحفظها ونتعرف عليها، لانه هذه حقائق مهمة جدا. طيب العاديات، في سورة العاديات ايش معنى العاديات التي اقسم الله عز وجل بها؟ العاديات كما اخبرنا في المحاضرات السابقة انها خيل القتال وخيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وضروري جدا كمان نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الكاتب وصاحب هذا الكتاب انه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، احداهما في بدء الوحي والاخرى كانت في ليلة الاسراء والمعراج. بدء الوحي كلنا بنعرف القصة لما كان يلتصق جسده به ويقول له اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق، والثانية كانت في رحلة الإسراء والمعراج. كذلك بدنا نعرف سمات المرحلة المكية الموجودة في صفحة 194، مكتوب: وكان يسيرا علينا أن نلاحظ في صور هذه المرحلة الأولى كلها، سمات المرحلة الأولى المكية، أن الحديث عن الوحي والدين. ها، أول الحديث عن الوحي والدين، يعني هذه اسمها خصائص وسمات المرحلة المكية الأولى. كذلك وصف قدرة الله وأثر رحمته، تقرير النشأة الأخرى، تصوير مشاهد يوم القيامة، إنذار المشركين. هذه مهمة جدا، احفظوا أقل شيء خمس يعني خصائص أو سمات منها، نحفظها منيح ونعرف أنه من سمات المرحلة المكية الأولى قلنا الحديث عن الوحي والدين، وصف قدرة الله عز وجل، تصوير مشاهد يوم القيامة. لكن ما فيها جهاد المرحلة المكية الأولى كما نعلم. كذلك تقرير النشأة الأخرى قياسا على النشأة الأولى هي من الأمور التي اشتملت عليها صور المرحلة المكية الأولى. كذلك وصف قدرة الله سبحانه وتعالى وأثر رحمته من الأمور التي اشتملت عليها صور المرحلة المكية الأولى. التلويح بعالمية الدعوة المباركة وشمولها البشر جميعا هي من الأمور التي اشتملت عليها المرحلة المكية الأولى. وتأكيد فكرة المسؤولية والثواب والعقاب كذلك من الأمور اشتملت عليها المرحلة المكية الأولى. كذلك بدنا إياكم تركزوا بشكل مهم جدا على الحدث من حوادث السيرة الذي عالجته سورة عبسة، يعني أولا بتوجيه القلوب إلى حقيقة القيم، وثانيا حقيقة الحياة، ثالثا حقيقة الإنسان، ورابعا حقيقة الفزع الأكبر يوم القيامة. سورة عبسة بتعالج هذه الحقائق. الأمور اللي عالجتها سورة عبسة كمان مرة: حقيقة القيم، حقيقة الإنسان والحياة، والفزع الأكبر يوم القيامة، وحقيقة الإنسان. هذه مهمة جدا إنه إحنا نتعرف عليها. ممكن يعني يصير فيها هذه سؤال إنه مثلا حقيقة الفزع الأكبر يوم القيامة هل هي من الحقائق اللي عالجتها سورة عبسة اللي بتنتمي للمرحلة المكية الأولى؟ المرحلة المكية الأولى خطأ، تنتمي للمرحلة المكية المتوسطة اللي هي سورة عبسة. هذه من الأمور المهمة اللي يعني لازم إحنا إن شاء الله نركز عليها عشان ربنا إن شاء الله يوفقه في الامتحان النهائي. في سورة المرسلات: ويل للمكذبين، كم مرة تكررت؟ تكررت 10 مرات، تكررت 10 مرات داخل سورة المرسلات ويل للمكذبين. كذلك انذار الكافرين بسوء مصيرهم وبيان سنة الله في المكذبين، هذه من الحقائق اللي عرضتها سورة الحجر.
هذه حقائق مهمة جدا. كذلك بدنا نتعرف على الحقائق الخمسة اللي عرضتها سورة الحجر في صفحة 204، إنذار الكافرين بسوء مصيرهم وبيان سنة الله في المكذبين، تصوير آيات الله في السماء والأرض وما بينهما، الحديث عن خلق آدم وإبليس، سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس، تثبيت فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني لو حفظنا خمسة من هذه الحقائق بكون كويس كتير. الملائكة نزولهم مش مستحيل إنهم ينزلوا، لكن إذا الكفار والمعاندين طالبوا بنزول الملائكة فإن نزول الملائكة هو دليل على قرب هلاك المشركين، دليل على قرب هلاك المشركين ونزول الملائكة، لأنهم كانوا يعاندوا الأنبياء يعني قبل ذلك. الملائكة إيش هي مهامها؟ الملائكة مهامها في صفحة 210، مهم جدا نعرف وظائف الملائكة ومهام الملائكة في كما وردت في سورة الصفات. ارتقاب أمر الله سبحانه وتعالى، تنفيذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، زجر المكذبين لرسل الله سبحانه وتعالى، وتلاوة الذكر. الذكر هنا مقصود فيه كل ما نزل من الله سبحانه وتعالى من السماء، مش المقصود فيه فقط القرآن الكريم، لا، يشمل كل الكتب السماوية، هذا هو الذكر. وبدنا نتعرف في صفحة 211 على اللي هم الخصيصتين المهمات العظيمات التي أودعها الله عز وجل في الكواكب. الأولى التزيين والتجميل، والثانية الحفظ والرصد حتى ما يستطيع الشياطين يسترقوا السمع. هذه من الخصائص الموجودة في الكواكب. كذلك بدنا نتعرف داخل هذه المادة أو نركز على الأمور التي اشتملت عليها سورة الكهف، اشتملت على ثلاثة قصص: قصة أصحاب الكهف، وموسى والعبد الصالح، وقصة ذي القرنين. وكان الهدف العام من سورة الكهف تصحيح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب، الإيمان بالغيب، تصحيح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب. قصة موسى مع العبد الصالح لها ارتباط كبير جدا بشؤون الغيب، وهذا الارتباط أوثق وأقوى من قصة أصحاب الكهف. هذا الأمر بعدين لازم إحنا يعني نركز عليه بشكل جيد. كذلك من الأمور اللي إحنا بدنا نركز عليها في هذا المساق أبرز الحقائق التي عالجتها سورة إبراهيم صفحة 227، وحدة الدعوة التي نادى بها رسول الله، وكذلك تنزيه الله عز وجل عن كل شريك، وكذلك تذكير المشركين بالبعث والحساب، وكذلك عرض لآلاء الله، آيات الله التي يكفر بها الإنسان. هذه الحقائق المهمة التي عالجتها سورة إبراهيم مهم جدا إنه إحنا نركز عليها ونتعرف عليها. كذلك مهم جدا انه نركز ونحفظ الامور التي امتازت بها صور المرحلة المكية الختامية في صفحة 230. يعني امتازت صور المرحلة المكية الختامية بطولها وطول اياتها، افتتاح طائفة منها ببعض الحروف المقطعة، توجيه الخطاب فيها الى الناس جميعا مش لاهل مكة وحدهم، تذكير بطاعة الله الى اخره. هذه الامور لازم احنا كمان نركز عليها ونهتم فيها عشان الامتحان النهائي. ننتقل الآن إلى لمحة خاطفة عن فواتح الصور. بدنا نعرف إنه فواتح صور القرآن الكريم تتألف يعني من عدة أمور أو من عدة أحرف، في بعض الفواتح مؤلفة من حروف مقطعة، هذه لازم نعرفها. مثلا الفواتح اللي تكونت من حرف واحد صاد وقاف والقلم، ممكن اجيب لك صورة تانية احطها بينهم اقول لك صح ام خطأ، لازم تركز على هذا الامر جيدا. الصور
التي تفتتح بحرفين داخل القرآن الكريم كم عددها؟ عددها 10 أحرف، هي موجودة أمامنا في الصفحة. كذلك بدنا نعرف أن الحواميم هي من الصور التي تفتتح بحرفين من حروف الهجاء، وهي عبارة عن 7 صور. كذلك بدنا نتعرف أنه ممكن أسألك أقول لك مثلا سورة قاف أو سورة ياسين من الحواميم اللي بتفتتح بحرفين من حروف الهجاء، هذا خطأ طبعا، لازم إحنا نركز جيدا. نعرف عدد الصور التي تفتتح بألف لام ميم، عدد الصور التي تفتتح بألف لام ميم هم 6 صور. كذلك بدنا نعرف أنه الصور التي افتتحت بألف لام را افتتحت ب3 أحرف من حروف الهجاء، وعدد الصور اللي افتتحت بهذه الأحرف 5 صور. كذلك بدنا نعرف احنا كمان انه سورة مريم هي السورة الوحيدة التي افتتحت ب5 أحرف من حروف الهجاء. كذلك بدنا نعرف انه عدد الفواتح القرآنية يعني الصور اللي بتفتتح بأحرف مقطعة 29 صورة، وإلها 13 شكل ألف لام ميم قاف صاد إلى آخره. كذلك بدنا نعرف أنه أكثر أحرف مقطعة افتتحت بها الصور الألف واللام، وأقل أحرف الكاف والنون، وعدد الأحرف اللي افتتحت بها صور القرآن الكريم من غير تكرار 14 حرف يعني نصف حروف الهجاء، وهذا يدلل يعني على إعجاز القرآن الكريم. هذا إعجاز كبير وعظيم جدا، أنه عدد الأحرف 14 حرف المقطعة التي افتتحت بها بعض الصور هي نصف أحرف الهجاء. بدنا نعرف رأي السيد رشيد رضا في مسألة الغرض من الحروف المقطعة الموجودة في أوائل الصور، نتعرف عليه. الغرض منها يعني قال الغرض منها حسن البيان وبلاغة التعبير عشان يصير فهم للمراد من هذه الآيات، وبنبه المخاطب إلى الأمور المهمة التي تحملها هذه الآيات، هذا اللي بدنا إياه فقط. طبعا الغرض منها مش تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الغرض منه تنبيه المخاطب، احنا كنا بشكل عام عشان نتنبه إلى أهمية الأمور التي سترد في هذه الآيات. ننتقل الآن للمحكم والمتشابه. بدنا نعرف تعريف المحكم، هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه. كذلك بدنا نعرف تعريف المتشابه، هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه. وبدنا نعرف أنه أبو الحسن الأشعري هو الذي قال بالوقوف على قول الله عز وجل والراسخون في العلم، وفي سورة طبعا آل عمران اللي هو معرفة المتشابه، قال وما يعلم تأويله إلا الله. في ناس وقفت على لفظ الجلالة الله، لكن أبو الحسن الأشعري وقف على والراسخون في العلم عند العلم، لأنه حسب فهمي وتأويلي لهذه الآيات أنه كذلك الراسخين في العلم والعلماء يعرفون تأويل المتشابه الموجود في القرآن الكريم. أكثر العلماء يذهبون إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أبو الحسن الأشعري له رأيه الخاص. بدنا نعرف أنه للعلماء في متشابه الصفات مذهبين، في صفحة 284. المذهب الأول هو مذهب السلف ونذكره، ينتمي إليه الإمام مالك، والمذهب الثاني هو مذهب الخلف نذكره وينتمي إليه إمام الحرمين اللي هو الجويني. بدنا نعرف أنه الإمام مالك من الذين ينتسبون لمذهب السلف لتحدث في متشابه الصفات، هذا مهم جدا. طب إيش هو مذهب الخلف؟ مذهب الخلف حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معنى يليق بذات الله
سبحانه وتعالى. نعرف تعرف على المذهبين. كذلك في آخر موضوع، موضوع التفسير، بدنا نعرف أسماء أشهر مفسري الصحابة. في عنا عشرة، عشرة من أشهر مفسري الصحابة، الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير إلى آخره. لكن أكثرهم رواية مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب من هو أجدر الصحابة هؤلاء العشر المشهورين بلقب المفسر؟ هو عبد الله بن عباس، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن. ولكن الصحابي الجليل أبو هريرة ليس من العشرة المشهورين، ليس من العشر المشهورين، هو من الصحابة المفسرين أو من، لكن ليس من العشر المشهورين بالتفسير من الصحابة. وبدنا نعرف إنه نشأ طبقات للمفسرين في عهد التابعين، التابعين اللي تلقوا عن الصحابة تفسير القرآن الكريم، وكان ثلاث طبقات: طبقة المفسرين بمكة، والطبقة اللي في المدينة، والطبقة اللي في العراق. بدنا نعرف أهم كتب التفسير بالمأثور وأجلها. كتاب مين؟ تفسير بالمأثور، كتاب ابن جرير الطبري. هذا مهم جدا. تعرض فيه ابن جرير لأقوال الصحابة والتابعين مع تحرير أسانيدها. طبعا ابن جرير الطبري اسم كتابه جامع البيان في تفسير القرآن، مهم جدا كذلك انه نحفظه، جامع البيان في تفسير القرآن. كتاب ابن جرير الطبري احتوى على الإعراب واستنباط الأحكام. كذلك تفسير ابن كثير له مزايا مهمة جدا ومزايا عديدة، ومهم جدا انه احنا نحفظها. مزايا تفسير ابن كثير: الدقة في الإسناد، بساطة العبارة، الوضوح في الفكرة. هذه مهم جدا انه احنا كذلك نحفظها. بعد ذلك السيوطي ألف كتاب سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. هذا كتاب للسيوطي ولازم كمان نحفظه. لكن في مآخذ على التفسير بالمأثور، انه اختلط فيه الرواية الصحيحة مع غير الصحيحة. طيب اللي بيفسر في المأثور ايش الواجبات المطلوبة منه؟ اولا يدقق في تعبيره، ويحترس في روايته، ويحتاط في ذكر الأسانيد، ويفسر بالرأي. أي واحدة منها؟ كلها إلا أنه يفسر بالرأي. ليه؟ لأن احنا قلنا واجبات المفسر بالمأثور، فأي حاجة فيها رأي منشيلها. واجبات يدقق في تعبيره، ويحترس في روايته، والاحتياط في ذكر أسانيده. لكن احنا ممكن نقول لي أخذ برأيه؟ لا، لأنه هذا تفسير بالمأثور، وتحدثنا عن الفرق بينهم في المحاضرات السابقة. العلماء طبعا لم يتفقوا على أن التفسير بالرأي مباح، لهم رأيين، منهم من أباح وأجاز، ومنهم من حرم. طيب العلماء اللي حرموا التفسير بالرأي، ليش حرموه؟ حرموه إذا جزم صاحبه أنه مراد الله سبحانه وتعالى هو كذا وكذا من غير ما يجيبه برهان ولا دليل، وقتها بكون حرام التفسير بالرأي. كذلك يعد جهل المفسر بقواعد اللغة العربية وأصول الشرع من الأمور اللي بتحرم أنه يفسر برأيه. هذه برضو من الأمور المهمة اللي لازم نركز عليها، لازم نركز على المآخذ، على التفسير بالمأثور، وعلى واجبات المفسر بالمأثور حيال الروايات. وبدك تعرف شروط التفسير بالرأي في صفحة 292 اللي نقلها السيوطي عن الزركشي، النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز إلى آخره،
ثانيا ثالثا رابعا، الأربعة دول لازم تعرفهم منيح. طيب، اسم كتاب تفسير البيضاوي ايش اسمه؟ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. مهم جدا نتعرف على اسم كتاب تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. كذلك النسفي له كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهذا من كتب التفسير بالرأي. وكتاب مفاتيح الغيب للرازي، وهو من أشهر كتب تفسير بالرأي. كذلك بدنا نتعرف على شروط إباحة التفسير بالرأي. شروط إباحة التفسير بالرأي حكيناها، اللي هي شروط التفسير بالرأي: الأخذ بمطلق اللغة، الأخذ بمقتضى الكلام، بما اقتضيه الكلام، الأخذ بقول الصحابي إلى آخره، موجودة عندنا في صفحة 292. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع التحرز أم عدم التحرز، اللي هي شروط إباحة التفسير بالرأي، مع التحرز. قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. عايش بدل يدل على مشروعية التفسير بالرأي إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة من المفسر. طب إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في المفسر، هل يجوز له أن يفسر بالرأي أم لا؟ طبعا يجوز له إذا توافرت فيه الشروط. كتاب لباب التأويل في معاني التنزيل، مهم جدا نعرف إنه للخازن. الرازي قسم في تفسير الآيات إلى مسائل، بعد ما قسمها إلى مسائل استرسل في تأويلها. من أفضل الحواشي على تفسير البيضاوي حاشية الشهاب، هذه معروفة يعني وشرحناها قبل ذلك. كذلك بدنا نعرف أنه أبو السعود عني في تفسيره اللي اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم، اعتنى بتبيان المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن الكريم. النسفي اعتنى في داخل كتابه تفسيره بالدرجة الأولى بالدفاع عن وجهة نظر أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع والأهواء. كذلك بدنا نعرف إذا ما كانش في تعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، فكل منهما يؤيد الآخر ويثبته، وهذا أمر طيب ومهم جدا. طبعا تفسير الخازن يعجب الناس العوام لكثرة الإسرائيليات فيه. طب ممكن أقول أنا يعجب العوام عشان في كثرة الإسرائيليات والقصص، وكان يهتم بذكر الأسانيد. طبعا لا، لأنه ما كان يذكر الأسانيد. لو قلنا البيضاوي يتثبت فيما يرويه من آثار في ختام كل سورة، فأكثر ما روياته صحيحة، لا ما كانش يتثبت، وكثير عنده من المرويات غير صحيحة. طب إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير بالمأثور بإيش بناخد؟ طبعا بناخد بالتفسير بالمأثور لأنه أقوى وأشد. إيش المقصود بقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ طبعا نتحدث عن التفسير بالرأي. المقصود بالسابق بالخيرات في أحد تفسيرات أهل الرأي، المقصود به من رجحت حسناته عن سيئاته، والمخلص والذي تمحض للخير، كل هذا عن السابق بالخيرات. من إحدى تفسيرات أهل الرأي للفظ المقتصد في الآية هو من استوت حسناته وسيئاته، طبعا صحيح. هل بصح إلنا نأخذ بقول إن المقتصد هو من خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ لا طبعا يصح، لأنه في من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم، هو المقتصد في إحدى التفسيرات بالرأي، نعم صحيح. طيب بدنا نعرف إنه التفاسير الفرق الإسلامية المختلفة ترجع إلى أنواع التفسير بالرأي، طبعا هذا كلام صحيح. و يغلب على تفسير المعتزلة الطابع ايه؟ الطابع العقلاني.
طب لو واحد سألنا قال من إحدى التفسيرات بالرأي للفظ الظالم لنفسه هو المرائي؟ لا، هذا كلام غير صحيح. من إحدى التفسيرات بالرأي للمقتصد هو المخلص؟ لا، لأن المقصود بالمخلص اللي هو في إحدى التفسيرات السابق بالخيرات. التفسيرات التي يعتمد أصحابها فيه على تأييد أهوائهم ومذاهبهم، هذا نوحة محمود أم مذموم؟ طبعا مذموم، لأنهم بيعتمدوا على هواهم في التفسير. النصوص النبوية الموجودة في تفسير المعتزلة لم توجد بشكل أساسي، بل وجدت بشكل ثانوي، لأنهم بيعتمدوا على العقل أكثر من النقل. الشوكاني له كتاب الكشاف، وهذا يعتبر من أشهر كتب التفسير عند المعتزلة. لكن بدنا نعرف حاجة مهمة جدا، إنه تفسير المعتزل خالي أو الزمخشري خالي من الإسرائيليات. طيب، كتب المتصوفة بيغلب عليها الشطحات والكلام الغامض. من أشهر كتب المتصوفة كتاب ألفه اللي هو ابن عربي المتصوف. وبدنا نعرف كمان تعريف التفسير الإشاري، هو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي. كذلك بدنا نعرف تعريف التفسير الباطني، هو نوع من أنواع التفسير الذي فيه التأويلات الفاسدة، يقتصرون فيه على الأخذ بباطن القرآن ويهملون ظاهر القرآن الكريم، وهذا أحد التفسيرات الفاسدة. يعني هذه الأمور واللمحات السريعة أحببنا أنه يعني نراجع لكم هذه المادة حتى تستفيدوا منها قبل الامتحان النهائي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يرزقكم الدرجات العالية، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.